هنتكلم النهاردة على نصف دينار أفريقي من الذهب، ويعتقد أن هو تم ضربه في طرابلس في ليبيا. عندما تولى موسى بن نصير ولاية شمال أفريقيا، كان وقتها قائده العسكري طارق بن زياد بيقوم بفتوحات كثيرة. من هذه الفتوحات أن هو فتح الأندلس اللي عاد منها طارق بن زياد محمل بالغنائم التي لا تعد ولا تحصى. وقيل ان هو رجع بطاوله مرصعه بالجواهر المختلفه، حتى انه حدث خلاف بينه وبين موسى بن نصير على هذه الطاوله، يعني زي صندوق كبير مليان بالمجوهرات يعني. وراحوا احتكموا للخليفه في دمشق هما الاثنين. وقيل ان عاش موسى بن نصير ميسور الحال بسبب هذه المجوهرات. دي حاجة من التاريخ يعني. بس هو في وقتها تم ضرب، قيل انه موسى بن نصير ضرب الدنانير وانصاف الدنانير النادرة جدا في خلال هذه الفتوحات الاندلسية. ضرب نصف الدينار هذا باللغة اللاتينية على طراز مسكوكات بلاد الشام. منتصف وجه نصف الدينار باللاتيني مكتوبة باللاتيني وتعني الخالق، وإطار الوجه من الساعة 12 ومع قارب الساعة مكتوب برضو باللاتيني عبارتين، واختصارهم معناهم الله الأزلي الدائم الله العالم الجبار. في منتصف نصف الدينار عمود تحديد الحدود على طراز نقود عبد الملك بن مروان لبلاد الشام، وعلى الإطار الخارجي باللاتينية مع قارب الساعة من الساعة 12 كتبت عبارة باللاتينية اختصارها واختصار لها، ويعني بسم الله الرحمن ضرب بأفريقيا. الوزن 2 جرام و 1663 من الألف من الجرام. القطر 12 ملي ومن نوادر المسكوكات الأموية. ده حبيت أقدمه لأن عملة طبعا خطيرة جدا لو حد لقاها أو موجودة معاه، بنتكلم مثلا في ملايين. فربنا يرزقكم يا رب، يا رب تلاقوها أو تكون معاكم، اللي معايا يبعتها لنا.